سهام الهادي عبد السلام من مدينة الزاوية. سهام تحصل على بكالوريوس تقنية طبية قسم مختبرات وماجستير طب حيوي بيوميديكال. مدرب دورة مدرب التنمية البشرية معتمدة من قبل اتحاد المدربين العرب بالأردن وكذلك البورد الأمريكي الكندي. بعطي كورسات ومحاضرات عن التنمية البشرية والدعم والتأهيل النفسي للأشخاص ذوي الإعاقة عن كيفية اندماجهم في المجتمع أسوة بباقي أفراد المجتمع. سهام من الأشخاص اللي تعاني من حالة مرضية نادرة اسمها الاستروجينيسيس إمبرفيكتا وهي العظم الزجاجي. صعوبة مرضي هي صعوبة التأقلم معه في تفاصيل الحياة اليومية في الحركة في التنقل في إن عندها مشكلة في المناعة. فأبسط تغير في الجو أو التلوث بيأثر على صحتها ومناعتها. الأسرة في الأول ما كانتش فاهمة الحالة المرضية اللي فيها. على أيامي وقتها كانت الحالات المرضية اللي بنوع مرضي أني شوية نادر. بسبب مرضي كان في مشكلة إني أني نقرأ في المدرسة ما هيش مهيئة للأشخاص ذوي الإعاقة. فكان في خوف ورهبة من الوالد إنه أني يصير لي شيء لا سمح الله أنطيح مثلا ميكسر أو مثلا إني أني متعرض لكلمة جارحة من واحد من الأطفال اللي بعمري. لأن وقتها كان في صعوبة إنهم يتفاهموا ويتقبلوا فكرة شخص الطفل مختلف عليهم. فاتجهت إلى منزلية التعليم ودرست الصف الأول والصف الثاني. الصف الثالث قررت إني نلتحق بالمدرسة عشان يكون في اندماج مع الأطفال ومع المجتمع وما يكونش فيه خوف ورهبة. النوع الثاني من الصعوبات اللي واجهتني إن هي المدرسة ما كانتش ميسرة ولا مهيئة لأشخاص ذوي الإعاقة. كانت الدور الثاني والدور الثالث فكان في صعوبة. لكن الحمد لله مع الإصرار والطموح ودعم أهلي وأسرتي لي اللي هم كانوا مرافقيني كل الوقت. بابا ماما كانت مدرسة بنفس المدرسة إخواتي. فكان الحمد لله كملت مرحلة التعليم الأساسي وتجهت مرحلة التعليم الإعدادي بعدين الثانوي. طبعا الثانوي تخصصت مجال أنا نحبه وهو مجال علوم الحياة اللي هو يدرس جسم الإنسان طبيعة التركيبة. أنا كنت دائما عندي ميول وحب لهذا النوع من العلوم. اختياري مجال الطب الحيوي تحديدا بايوميديكال عشان افهم حالتي الصحية. لان حالتي انا الاوسيوجينيسيس امبرفيكتا هي حالة مشكلتها مضاعفات هذا المرض. صعب ان تتعامل معه لو ما كانش الانسان عنده دراية وخلفية بمضاعفات هذا المرض. فمن هنا جت فكرتي اني ضروري نكمل دراسي في مجال تخصصي وهي الطب الحيوي. حاليا أنا أشتغل في معهد صحي للتدريس نعطي فيه محاضرات بالإضافة إلى الأنشطة اللي قاعدة نمارسها في منظمات عديدة في المجتمع المدني. لأني سفيرة العزم منظمة الإكرام لرعاية أطفال السرطان ومنظمة الإغاثة وكثير من المنظمات اللي هي تعني بحقوق الإنسان سواء كان من أشخاص ذوي الهمم أو من الأشخاص الأسوياء. تحصلت على العديد من التكريمات وشهادة تقدير داخل وخارج ليبيا. مؤخرا تم تكريمي في جمهورية مصر العربية مدينة القاهرة من قبل ملتقى هن الحكاية. هو ملتقى يعنى بسيدات على مستوى العالم العربي لهم قصص نجاح وملهمات في مجالات عديدة. كرسية هو الشاهد على كل المواقف اللي عشتها في حياتي بحلوها بمرها. كرسية هو الرفيق الذي لا يخون والشاهد على كل الأحداث والذكريات ورفيق الدرب والدعم لي بعد الله سبحانه وتعالى بعد بابا وماما وأهلي. رسالتي لكل الناس اللي ربنا سبحانه وتعالى ابتلاها ابتلاء سواء هذا كان الابتلاء ابتلاء صحة ابتلاء رزق ابتلاء فقد فهذا دليل على محبة الله سبحانه وتعالى. لأن ربنا شين يقول إذا أحب الله عبدا ابتلاه. وبقدر إيمانك ورضاك بهذا الابتلاء بقدر ما الله سبحانه وتعالى يزرع السكينة
الأمان، السعادة، الاستقرار، الرضا في حياتك.